طاهر مختار عضو حركة المشتركين الثوريين وطبيب بشري. اللي حصل في وقفة جلسة خالد سعيد اللي كانت يوم 2 ديسمبر ان الوقفة كانت موجودة قدام المحكمة البحرية ناحية البحر مش ناحية المحكمة. بعد ما العدد اتجمع حوالي 10 دقايق جات الداخلية بشكل مباشر رشت علينا مية، بعد كده دخلوا علينا بالعصيان وتم الاعتداء علينا وضربنا، وجاء نقيب شرطة ملثم بعصاية حديد ومسكني ضربنا على راسي، راسي وقتها اتجرح. بعدها على طول او اثناء ما كنت منضرب كان لؤي قهوجي بيحاول يخش عن الضرب ويحط ايده قدامي، نتيجة كده قوة الداخلية اللي كانت موجودة والامن المركزي خدوا لؤي واعتدوا عليه وتم القبض عليه. بعد كده كنت انا وحسن مصطفى ومهنور كنا بنتكلم ازاي تاخدوا اي وتضربوه، فتم الاعتداء علينا بسبراي في العين فضلنا مش شايفين بعديه بساعتين، وتم بعد كده ضرب الغاز المسيل للدموع وتفريق المظاهره الوقفه. في الاثناء دي طلع عمر حاضر يكلم قوات الداخليه الموجوده ويكلم الضابط بيسال على لؤي، فاخذوه وقالوا له عايز تعرف لؤي فين، وبمخدنه وحاطينهم على لؤي. بعد كده ظهر ان في ضبط واحضار اتعملوا لحسن مصطفى ولمهنور المصري، برغم ان هم كانوا قدام الداخليه طول اليوم وراحوا لمديريه الامن في نفسهم عشان يوصلوا الاعاشه لؤي وقدام عمر المحبوسين، وما تمش القبض عليهم ولا حاجه الا ان هم بعد كده اتعملوا لهم ضبط واحضار. ودي حاجه غريبه جدا، يعني هم لو كانوا عايزين يسيبوهم ما كانوا يسيبوهم وهم قدامهم من اول اليوم. نفس اليوم رحت عملت تقرير طبي في مستشفى راس التين بيثبت الاصابه الاسرافي. تاني يوم اللي هو يوم 3 ديسمبر رحت لمديريه الامن وعشان اللي هو المكان اللي كان بيتم فيه التحقيقات مع لؤي وقهواجي وعمر حاضر واسلام حسنين اللي هو الثالث اللي معاهم اللي تم القبض عليه بشكل عشوائي لانه كان ماشي في الشارع وقت فرض المظاهره. رحت عشان ادي بشهادتي واوري الوكيل النيابه صوره من الاعتداء عليا، صوره ضوئيه للاعتداء عليا وصوره ضوئيه للتقرير الطبي اللي معايا، الا ان الامن بتاع مديريه الامن المكان اللي كان بيتم فيه التحقيق رفضوا ان انا اطلع فوق عشان ادي بشهادتي. تاني يوم اللي هو على الاربع ايام ما خلصوا اللي هو بيتحسب من اول يوم الواقع، يعني رحت عشان اقول اقوالي، احاول اقول اقوالي تاني في يوم التجديد، الا ان وكيل النيابه رفض لان اصلا لؤي ما اتنقلش في اليوم ده بحجه من الداخليه لعدم نقله ان في مظاهره 6 ابريل موجوده، فنتيجه كده هم مش هينقلوا لؤي والناس اللي معاه تمام للنيابه عشان يتحقق معاهم. فمجموعه المحامين اللي كانوا موجودين راحوا لوكيل النيابه قالوا له مفيش مظاهره وبص بنفسك قدام المحكمه مفيش حد موجود والكلام بتاع الداخليه ده كذب وده تضييع في الوقت. فوكيل النيابه قال لهم اكتبوا ورقه عند الكاتب، قال لهم اكتبوا محضر عند الكاتب بتاع النيابه قولوا فيه اقوالكم ديت واحنا هنبص ونمشي الموضوع بشكل رسمي. فضل الكاتب ياخر في كتابه الورقه المحامين لمده ساعه ونص، وفضل كل شويه يسيبهم يروح لوكيل النيابه ويرجع لهم تاني بدون ما يخلص المحضر. فروحنا وقتها لوكيل النيابه قال لنا المحامي العام لسه طالبكم دلوقتي، المحامي العام الاول لنيابات اسكندريه طالبكم وعايزكم عشان يشوف الموضوع. فروحنا للمحامي العام الاول مدير مكتبه قال ان هو مش موجود، قال ان هو ما جاش النهارده وقال ان هو مش عايزنا ولا حاجه. فبعد كده رجعنا تاني لوكيل النيابه لقينا وكيل النيابه مشي ولقينا الكاتب مشي ولقينا دي كانت خطه هم عاملينها عشان ما نكملش المحضر اللي بيقول مفيش مظاهره موجوده قدام المحكمه تبرر ان هم ما اتنقلوش. اللي بيحصل ده بيورينا قد ايه النيابه متواطئه مع الداخليه في قمع الثوار، حدتين ادوات السلطه الموجوده، السلطه اللي بتقود الثوره المضاده، السلطه اللي هي ضد المتظاهرين اللي بيطلبوا ان الثوره تكمل وبيطلبوا العيش والحريه والعداله الاجتماعيه.